الرجالة ساعة الصفر حالة اقعدوا. بسم الله. حد يديني قلم رصاص ولا اي حاجة عشان اشرح البروسيديو. وعم اشرح بيها وخلص. طيب ماشي. بص ركزوا معايا. اول حاجة خالص في التجربة اول ما اخش الامتحان هتجيب 10 ملي سامبل. هتجيب ايه؟ 10 ملي سامبل. وبعدها هتروح جايب 2 دروبس من الريجنت. 2 دروبس من ايه؟ ريجنت. اهم خطوة تركز فيها خالص بعد ما تحط الريجنت ان انت تروح جايب الاستبر وتروح حاططها بحيث ان انت تبقى ايه ده؟ ايه ده؟ فيها طلعت. الاستبر دي مش هتخش في الفلاسكة. انت عارفين ده معناه ايه؟ احنا معانا 3 استبر نفس الناس. واحدة ما دخلتش يبقى 3 مش هتخلص. مستحيل. عندي حل. إيه؟ عندي حل يا جماعه. لو قدرنا باي حاجه حديد سباتيلا ولا اي حاجه ان احنا نوسع خرم الفلاسكه ممكن ساعتها مشكله تتحل. بس ده خطر طبعا. احنا عملنا اللي علينا. عارفين لو ما صرفتش دلوقتي انا هروح اجيب الاسكان ستنتر. ده معاه فلاسكتين ده اكيد هيعمل التالتة. يا رب يا رب لو فجرت الفجر فيه الواحد هو بس. يا رب وعملوها الوحوش وقدروا يوسعوا خرم الفلاسكايا. يس يس طلعت. تتكلم كده يا ولد. عارف يا ابني يا حبيبي.
رفعت اسم العيلة وقلت العيلة حبيبي. ها وناويت تكتب ايه في بطاقة الترشيح؟ صيدلة حلوان زيك يا بابا. انت بتقول ايه؟ صيدلة حلوان؟ لا لا ما تغلطش غلطة ارتكبتها انا واصحابي من 70 سنة. 70 سنة؟ انت عندك كم سنة يا ابويا؟ عندي كم سنة؟ لو حسبنا 5 ايقاف ايوس ماينس كيتي. لا يا ابني انا عديت الستيل ستيت من زمان من قبل ما اجيبك اساسا. اسمعها مني نصيحة يا ابني، صيدلة حلوان ليها ضحايا كتير. ضحايا؟ ايوه يا ابني ضحايا. كان أول يوم في الكلية وشريف خارج من البيت. ايه يا بابا؟ ما تخافش يا ابني ده الفلاش باك. بص بص بعض الظروف اللي زي الفل اللي شافها شريف من ساعة ما دخل المحطة لوقوفه في طابور التذاكر لانتظاره المترو ساعة كاملة، ركب شريف المترو أخيرا ويا ريته ما ركبه. نوجه عناية السادة الركاب ان القطار اخر المحطة الجاية دار السلام. قشطة. يا رب اروح الكلية النهاردة، يا رب يا رب يا رب اروح الكلية النهاردة يا رب.